اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد حلقه الاوبريشناليزيشن يصح ان احنا نتكلم دلوقتي عن الميجرمنت اوف ذا فاريبل يوزنج ا سكيلينج ميجر او سكيلينج. يعني ايه سكيلينج؟ احنا انتهينا من القياس للفاريبل بحاله من اتنين، يا اما الفاريبل ده تانجبل يا اما الفاريبل ده انتانجبل. لو الفاريبل تانجبل امره سهل، لما نسال مثلا على الايدج فممكن نسال عليه برقم واضح او بتاريخ. لما نسأل مثلا على الوزن او على الطول او غيره، كل دي هتبقى tangible variables. انما ال intangible variables اللي ملهاش support من ال literature، يعني ممكن برضو يبقى tangible variable ولو measure من ال literature، زي satisfaction زي retention turnover، كل دي ممكن تبقى variables intangible انما ليها science وليها models وليها variables تقيسها. انما لو احنا هنا قدام variable احنا اللي ضايفينه، وال variable ده moderating او mediating، هنتعامل معاه ازاي؟ الحلقة اللي فاتت قلنا نتعامل معاه ازاي using operationalization concept starting by definition and then dimension او dimensions and then كل dimension بنقسمه ل element او elements، وال element دي او ال elements هي عبارة عن ال observable behavior. لو انتهيت ب observable behavior زي مثلا think او thinks of work even at home او does not have any hobby، لو دول ال behaviors اللي بتدور عليهم يبقى انت هتحط لكل behavior من دول سؤال او اكتر. الميجرمنت سكيلز مش هي السؤال، الميجرمنت سكيلز هي الجزء التالي او الملحق بالسؤال، بنسميه ايه؟ سكيل. يعني مثلا نسأل يا ترى سنك قد ايه، يا ترى مثلا في اي درجة وظيفية، نسأل مثلا هل عندك هواية ولا لا، نسأل مثلا الجندر. فالسؤال هنا لغاية علامة الاستفهام، السكيل بيجي بعد علامة الاستفهام. طب ايه تعريف السكيل وايه دوره؟ اهو ادي تعريف السكيل ودوره. بيقول ان السكيل هنا اهو، نبص مع بعض. سكيل، a scale is a tool or a mechanism by which individuals are distinguished as to how they differ from one another on the variables of interest to your or to our study. يبقى هو اداة او وسيلة، ميكانيزم معين. الأداة أو الوسيلة أو الميكانيزم ده هنعمل فيه إيه؟ هنحاول نفرق بيه أو نميز بيه ما بين كل ريسبوندنت والتاني، يا ترى موقفه إيه من الفاريبل ده؟ يعني أداؤه إيه؟ محتوى الداتا التي ينتجها اللي هي البرايمري طبعًا تجاه الفاريبل ده إيه؟ تعالوا نشوفهم مع بعض ونرجع للجدول ده تاني. أول سكيل هم أربعة سكيلز أساسيين ويشتق منهم عدد من السكيلز الأخرى يعني. اول سكيل منهم اللي هو اسمه نومينال. يعني ايه نومينال وازاي نستخدمه تعريفا وايه قيمته وفرقه ايه عن اي سكيل تاني، ونقدر ازاي نقرر امتى نستخدمه؟ النومينال سكيل يعني من اسمه كده وكانه احادي، او بيقولوا بالدرجه الاولى كاتيجوريال، يعني انت بتختار فيه فئه. يعني ايه بنختار فئه؟ يعني انت بتقول عدد من الفئات والريسبوندنت يختار ما بينها. فمثلا لو النومينال عندنا بديلين يبقى هو بيختار واحد، يبقى اهم حاجة في النومينال انه اتنين وبيختار واحد، واحد بس. طب لو هو عايز يختار الاتنين، لا واحد بس. طب مثال مثلا الجندر ميل في ميل فاختار ميل مثلا. طيب مثلا لو انت بتسأله بتحب تاكل ايه، ايس كريم ولا كيك، فكيك مثلا. طيب لو بتسأله بتشجع انهي فريق، فريق ده ولا الفريق ده، الفريق ده كويس. طيب في بديل تاني مشتق منه اسمه دايكوتوموس او ديكوتوموس. الدايكوتوموس او الديكوتوموس قيمته ايه؟ هو البعض حتى لانها كلمة مش انجليزي لاتيني اكتر يعني، فبيقول الداي ده اللي هما الاتنين يعني، وان النومينال هو الفرعي. في الحالتين مش هتفرق معانا قوي، اللي يهمنا في النومينال دايكوتوموس انه اختيار واحد من متعدد. لو اتنين بنفضل نسميه نومينال، لو دايكوتوموس اللي هو اكتر من اختيار، وبعض الكتب الحقيقة بتفسرها عكسي ومش هتفرق معانا تاني، ممكن يبقى الدايكوتومس الاختيارين، النومينال عدة الاختيارات، انما النقطة المهمة هي انه اختيار واحد فقط. طيب هنا ايه الميزة وايه القيمة؟ انك يعني بدل ما بتقول له مثلا منتجات البان فبتقول له البراند ده ولا البراند ده، فهو بيختار براند منهم. طب انا عايز اساله على عدد اكتر من البراندز، يبقى تحط له البدائل. طب ينفع اقول اذرز؟ ينفع تقول اذرز، لان هو هنا مش هيتكلم اوبن اند تكست، مش هيقول كلام عام مفتوح شرح، لا هو هيحط براند ويجاوب. طب امتى استخدم ده او ده؟ والله ده قرار ريسيرشر تبع للبروبلم والليترتشر. فالبروبلم بتقول انا بقارن ما بين تو اوبشنز، يعني مثلا عندنا بوينتنج سيستم بتحب تاخدهم كاش ولا تاخدهم هديه، فتو اوبشنز بس.
طيب لو انا عايز اضغط على الريسبوندنت استخرج منه ادق اجابه، فبحط له مثلا فريقين كوره او تو براندز شبه بعض قوي او هو بيحبهم، او اتوقع واري من البروبلم ديفينيشن انه يميل الى الاثنين، يبقى انا هنا ضغطت عليه عشان يقول لي انهي الاهم بالنسبه له. طب لو انا عندي بدائل اكتر وبقيس ما بين الثلاثه اربعه براندز اللي هم مثلا البرايم او هم الميجر كومبيتيتورز في الماركت، يبقى هم الكي بلايرز مثلا، يبقى اختار الاربعه. طب انا خايف انه يكون في بديل خامس او في بديل اخر وانا ما خدتوش في الحسبان، يبقى ساعتها الاولى انك تكتب له كلمه اذرز. اذرز دي هتساعد الريسبوندنت انه يكتب لك الاختيار الخاص بيه. عفوا. طيب هنا في مشكله انه لو الريسبوندنت بيحب الاختيارين، انا بسالك تاكل زبادي ولا تاكل ايس كريم؟ والله انا عايز الاثنين يعني. طيب بتاكل زبادي ايس كريم ولا كيك؟ عايزهم كلهم. وانا كريسيرشر عايز اعرف ده. ساعتها النومينال دايكوتومس مش مناسب ليك، هنروح للاوبشن الثاني اسمه اوردينال. اوردينال يعني بيعمل ترتيب، اوردر دي الفكره القائمه عليه. ايه الفكره الاساسيه؟ انك هتدي الريسبوندنت فرصه ان يجاوب على كل الاختيارات. يبقى الريسبوندنت هيجاوب على كله، يعني هيتك كل الاوبشنز. هو ده اللي اسمه مالتيبل تشويس. مش عايزين بقى نخلط ما بين الاوريجينال ساينتفك سكيلز وبعض التطبيقات والاسماء العاميه او العامه يعني الدرجه الجنرال شويه. احنا هنا قدامنا عده اختيارات بس الريسبوندنت لازم يختارهم كلهم، حتى لو بنعملها مانيوال ورقي هنقوله لو سمحت لازم تعمل ترتيب تختارهم كلهم. لو بنعملها اوتوميتد نقدر باي ابلكيشن او باي سيرفيس من السيرفيسز الاونلاين زي جوجل مثلا فورمز نقول له لا لازم تعمل تشيك بوكس ليهم كلهم وتحط اوردر. فهنا مثلا عدد من البراندز ايا كان اسمها، وهنا عدد من الريسبوندنتس اختاروا الاولاني ده مستر يالو مستر اورنج مستر جرين. هنا ايه الفرق؟ خلي بالك لو كانوا الثلاثه دول بيجاوبوا هنا كان كل واحد ظهر في اوبشن، مثلا ده اختار البراند ده اختار البراند الثاني اختار البراند الثالث كويس، انما هنا لا، هنا كلهم ظهروا في كل الاختيارات. يعني ده مستر يالو اختار اختياراته 1 4 3 2، مستر اورنج 2 1 3 4، مستر جرين 2 1 3 4. وبالتالي نقدر نشوف انه مثلا البراند ده عنده 1 و1 و3 يعني 2 على 3 يعني 66% من الماركت هو في المرتبة رقم 1 او شايفينه في المرتبة رقم 1. هنا نشوف البراند ده 100% مثلا في المرتبة رقم 2. البراند ده او الاوبشن ده او الفريق ده او الكاتيجوري اللي انت اخترتها دي 66% والتلت في المركز الرابع. هنا 66% مركز رابع ايوه، والتلت شايفينه في المركز الاول. دي قيمه الاوردينال بالدرجه الاولى، انه بيدي لك فرصه ان انت توزع اختيارات الناس ويختاروا كل الاختيارات، فبقيت تقدر تشوف حاجتين راسي وافقي. تقدر تشوف اختيارات الشخص، هنا كنت بشوف اختيار واحد بس ليه، ما عرفتش رقم 2 او 3 بالنسبه له ايه كبدائل. هنا عرفت البدائل لكل شخص، واكتر من كده عرفت للكاتيجوري الواحده الناس بتفضلها ازاي، وبالتالي تقدر تعمل جروبنج. فمثلا مستر اورنج ومستر جرين شبه بعض، فنقدر نقول تلتين الماركت يتفق على كذا والتلت يتفق على كذا، وبالتالي بقت عندنا سيجمنتيشن بشكل ساينتفك. طيب ايه العيب هنا؟ العيب هنا لما بنيجي نسال عفوا لما بنيجي نسال الريسبوندنتس دول هو رقم واحد ده يساوي بالنسبه لك ايه اوت اوف 100، فيفاجئك انه مستر اورنج ده يقول مثلا 90%. طب واحد بالنسبه لك يا مستر جرين ممكن يفاجئك يقول 50%. الله، ده كده بقت الواحد هنا غير الواحد هنا. تقديرك للاول، ايوه ما انت سالتني ايه اول زبادي بالنسبه لك، بس انا مش راضي عنه رضا كامل، انما التاني ادالك الاول انما راضي عنه رضا كامل. هنا بقت مسليدنج شويه. طب امال الاوردينال فايدته ايه؟ الاوردينال بيقول لك ان انت رقم واحد عند الناس، انما رقم واحد بمقدار فهم ايه عند كل نوع من انواع الناس، لا محتاج السكيل اللي بعده. زي برضو نرجع نسالهم تاني، طب يا اللي بتاكل زبادي او يعني النوع ده من البراند ومستر اورنج حطه رقم واحد وبتقول 90% بتستهلك منه قد ايه؟ 100 جرام في اليوم. طب مستر جرين اللي حطه 50% بتستهلك منه قد ايه؟ فيقول مثلا 800 جرام في اليوم. يا نهار ابيض، طب انا ده انا كنت فاكرك هتطلع بقى الاقل. فالاحسن هو سكيل اسمه انترفل، احسن بمعنى انه ادق. خلي بالكوا في ميزه في السكيلز ان كل سكيل اوردينال بيعمل اللي قبله، يعني اذا كان النومينال اداك ميزه
الاوردينال اداك نفس الميزه بتاعت السكيل النومينال وادالك اضافه عليها الترتيب. الانترفال اللي هو شكله البسيط اللي يمكن كتير مننا نعرفه اللي هو اسمه ليكرت سكيل. ليكرت عالم روسي من الناس اللي بسطت الانترفال سكيل، نقدر نعتبرها كده، وقال ممكن نعمل السكيل ده 1 من 5، اللي هو السكيل اللي انتوا عارفينه دايما، 1 توتالي ديس اجري، 5 توتالي اجري. ده كويس، انما لا ينصح باستخدامه قوي بيور ساينتفك ريسيرش، او يعني خلينا نقول ريجر او بريسايز ساينتفك ريسيرش. يصح ان احنا نعمل اور اون ديتيلد كاتيجوريز، يعني الايتمز اللي فوق دي، او اكتب للريسبوندنت كده انت بتحب الزبادي ده بتاكل منه 100 جرام فليفر واحد، وبعدين الاوبشن اللي بعده 200 جرام فليفر واحد، وبعدين 300 جرام اكتر من فليفر، لغايه ما اوصل لاقصى حاجه انا اعرفها عن الماركت بالستيك هولدر اناليسز مثلا 1800 جرام مالتيبل فليفرز اند سو اون. طيب قيمه ده ايه؟ ان بقى الريسبوندنت لما بيختار مش بيختار 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، لا ده هو بيختار المواصفه البيرسونا البروفايل اللي يشبهه، ينزل تحت يلاقيه بقى هو 30%، يلاقيه 4 هيتك عنده. انما لو ما عملناش كده الحقيقه نلاقي نفسنا قدام سكيل 1 اوت اوف 5 كاتبينه توتالي اجري، موستلي اجري، فريكوينتلي اجري، يوجوالي اجري، سام تايمز اجري. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بتقول انا كريسبوندنت عارف الفرق بدقه. كويس، انا كريسيرشر لا اضمن ان كل ريسبوندنت يعرف الفرق ده بدقه، ولو يعرفه بدقه مش كاليبريتد، مش ستاندرد مع ريسبوندنت التاني، فبقت عندي مشكله انه كده الداتا ار نوت ايكوال، يو ار نوت كومبيرنج، او يو ار نوت كومبيرنج ابل تو ابل في الداتا سيت اوف برايمري داتا بتاعتك. فبنقول لا، اعمل سيت هنا اوف بيرسونا او بروفايلز للمنتج للبرودكت للسيرفيس اللي انت بتتكلم عنها، وبعدين اسوشيت بقى المواصفه دي او البيرسونا او البروفايل ده مع رقم يطلع اسمه بقى 30%، يطلع اسمه 4 زي ما يكون الريسبوندنت ساعتها بيتك وبيختار. طيب ازاي نحسن ونلتزم اكتر بالانترفال سكيل؟ اولا ابعد شويه عن الفردي، لو 1 2 3 4 5 حتى لو تشويسز، الريسبوندنت احيانا يميل الى المنتصف، يعني يختار كده وتطلع عندك حاجه اسمها سنترال تندنسي ايرور، الداتا كلها في النص، ما قدرتش تميز قوي اختيارات الريسبوندنت، فخليها الرقم توتال بتاعه زوجي، يعني 1 2 3 4 5 الافضل 6 او 4، 1 2 3 4 5 6 7 لا يا 6 يا 8 وهكذا، ويمكن يكون الافضل توصل حتى لرقم 10. النقطه المهمه انه لما بنكبر كسكيل حجم الايرور قل، لانه البديل هنا انه يختار لو كان من 1 ل 5 وغلط واختار 4 بدل 5، البديل هنا هي 100% على 5 حوالي 20% خطأ. انما لما وصلنا بالسكيل ل 10 بقى مقدار الخطأ المحتمل من اختيارات الريسبوندنت 10%، ولذلك البعض احيانا بيميل ان يروح ل 11 و12، بس لا ننصح اكتر من كده. ولو 11 ل 12 يبقى ما تكترش عدد الاسئله، اللي هو كونسيكوينتلي تقلل الاليمنتس، اللي هو كونسيكوينتلي يمكن حتى تعمل بارسيموني وتقلل الفاريبلز. فرقم 1 كاتيجوريز ويل ديفايند، بيرسونا، بروفايلنج، اسوشيت مع كل واحده فيهم الاسوشيشن اوف برسنتج او نمبر، اند ذن حاول تبقى الرقم اكبر او عدد الكاتيجوريز اكبر ما يمكن لغايه 10 مثلا، وحاول دايما العدد يبقى زوجي، هتبقى الانترفال سكيل ادجستد. طيب النوع الرابع سهل قوي ولكنه اسم انا بسميه يعني اسم على غير مسمى، هو اسمه ريشيو، بس مش مقصود بيه النسبه، مقصود بيه القيمة المطلقة النسبية التي يميزها وتتشابه وتتفق ما بين الريسبوندنت، بيسموها كده The Unique Zero Origin Value. يعني لما حد نسأله سؤال تحب تخرج عند درجة حرارة كام ويقول 25 درجة مئوية، خلاص فدي معنى واضح وترجمة واضحة عند كل الريسبوندنت. لما أسأل واحد مشيت قد إيه النهاردة فيقول مثلا مشيت 6 مايل، خلاص 6 مايل دي 6 مايل، مفيش فيها لخبطة، حتى لقيسها بالكمبيوتر، قيسها بالساعة السمارت بالموبايل. طب بس انا بشتغل بالكيلو متر وناس بتشتغل بالمتر، وبعض الريسبوندنت جاوبوا كده، لا الكونفرجن تيبلز عندنا بتجيب الادق رقم ممكن. مرتبك كام؟ 10,000 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، رقم. طب هو انا بشتغل بعملة وريسبوندنت بعملة تانية والريسيرشر بعملة، عندنا كونفرجن تيبل نقدر نحول كل ده. طب غير الستاندرد متريك فاليوز دي ممكن نروح لحاجه نون ستاندرد، يعني زي ايه؟ زي مثلا البرفورمانس ابريزل، فنسال الريسبوندنت البرفورمانس ابريزل بتاعك كان كام السنه اللي فاتت، فيقول مثلا
4.5 على سكيل اوت اوف 5 او مثلا 95 على سكيل اوت اوف 100 ممكن. طب دي مش كاليبريتد. ما انت كريسيرشر هتشترط وتنتبه وتاخد بالك في الداتا كولكشن اوف من الاول خالص سكندري انفورميشن على البروبلم ديفينيشن ومن الليتريتشر، بس مينلي البروبلم ديفينيشن ان الشركه دي بتستخدم ستاندرد كاليبريتد سكيل، ستاندرد كاليبريتد بيرفورمانس سكيلينج سيستم، فبالتالي كل المديرين كاليبريتد وبيجاوبوا وبيملوا الداتا بشكل كاليبريتد، فبقت الموظف اللي اساله 4.5 والموظف الثاني 4.6 الفرق ما بينهم 0.1 بالظبط. طيب لو ده لو موظفين في شركه واحده، طب لو في اكتر من شركه، ما انا ممكن ريسبوندنس يبقوا من اكتر من شركه، والله ينفع وما ينفعش حسب. لو الشركات دي كلها بتستخدم كاليبريتد ستاندرد بيرفورمانس سكيل يبقى اتعامل معاهم. ايه المشكله؟ طب اعرفه منين؟ من البروبلم ديفينيشن. طب انا ما كنتش في البروبلم ديفينيشن قايل ان في شركات، امال ليه بتجمع من ريسبوندنس في شركات؟ وهنا بقى الايه الادجستمنت اللي لازم تبقى عندنا اوبجكتيفيتي في الساينتفك ريسيرش. وبالتالي سواء في الشركه الواحده بره الشركه طالما ستاندرد كاليبريتد تمام. طب انما تخيل بقى في بعض الشركات كل ديبارتمنت او بعض اللوكيشنز ارياز مثلا او ريجنز بتستخدم سكيل مختلف، يبقى ما ينفعش، يبقى هتضطر يا انت تعمل كاليبريشن اللي هو هيبقى صعب جدا، يا تجمع ديتا على مستوى كل سكيل لوحده ويبقى هو الفوكس بتاعك هنا والدومين ده او الريجن دي هي الريسيرش فوكس بتاعك. فبالتالي الريشيو سكيل هو يعني يكاد يكون نقدر نقول اسهلهم اقواهم لانه بيشمل كل اللي فات، انما يعني نقدر نقول برضو مش بسهوله او للاسف مش هتقدر تستعمله دايما، لان مش كل الاسئله بتاعتك هتنتهي كده. طب لو قدرت تنهي الاسئله بتاعتك بحيث تستخدم ريشيو سكيل هيبقى ممتاز. وادي الشكل اللي هتلاقيه في بعض الكتب بيلخص لك تاني كل الفكره الخاصه بالسكيلز. نومينال اوردينال انترفال ريشيو، النومينال بيحقق الديفرنس، الاوردينال بيحقق ديفرنس ويزيد عليه فيتشر الاوردر الترتيب، الانترفال بيحقق ديفرنس واوردر وبيبين حاجه اسمها الباور اوف ديستانس، فرق الخطوه او فرق الاختيار من واحد لاثنين عرفناه بدقه شديده. الريشيو سكيل بيعرف لك كله لغايه اليونيك اوريجن قد ايه مميزه على مستوى الواحد او الصفر او غيره. طيب بقيه الجدول بيقول ايه؟ بيقول خليك منتبه انه لو انت بتعمل statistical analysis طبعا على quantitative data دي النومينال بتعمل له الميجر بتاعه مود اللي هو التكرار او المنوال، مش هينفع هنا نعمل افريج لان دي كاتيجوري. لما تقول مثلا 3 في ميلز و7 ميل متوسطهم مجموعهم على العدد يعني يطلع 5، 10 على 2 5، الخمسه دي مش جندر معين فبالتالي ملهاش معنى، فتعمل المود اللي هو التكرارات هنا كان قد ايه وهنا قد ايه. الميديان للاوردينال ده الانسب شويه انه اللي هو اللي اسمه بالعربي المتوسط او اسف مش المتوسط، الوسط او الوسيط الميديان اللي هو القيمه التي في المنتصف. انما تقدر مع الانترفال ومع الريشيو تستخدم الارثماتيك مين او الجيومتريك مين اللي هو الافريج باشكاله المتعدده. وطبعا في ذهننا شويه تفاصيل عن الاستاتستيكال اناليسز هتبقى تيستد ازاي بالكوفيشن كورليشن وفاريانس في الكورليشن ماتريكس وفي الريجريشن فورمولاز او ايكويشنز. كده احنا انتهينا من الجزء الخاص بالميجرمنت بالحلقتين، حلقه بتتكلم على الميجرمنت يوزنج اوبريشناليزيشن فور ذا انتانجبل فاريبلز، وحلقه بتتكلم على السكيلز سواء كان طبعا تانجبل او انتانجبل، لانه التانجبل سهل اسال عليه مباشره بسكيل، والانتانجبل هكون حولته او استخدمت اوبريشناليزيشن واستخدمت الاسئله علشان انتج واستخدم معاها السكيل المناسب لجمع البرايمري داتا. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنتكلم او هنبتدي نتكلم على الداتا كولكشن سورسز وميثودز وايه الفرق ما بينهم، وده المكون تقريبا قبل الاخير في الريسيرش ديزاين هيتبعه الجزء الخاص بالسامبلنج. شكرا لحضراتكم، نلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله.